العلاقات المحرمة اللي بدايتها رسالة ونهايتها مقابلة، وانتشارها ما أتوقع يخفى على أحد فينا، وفي ناس صارت تتقبل وفيما بينها ولا يسمح لك أنك تنصح فيه لأنه صار روتين مقبول بين البالغين. وعلى فكرة العلاقات المحرمة ما هي فقط معصية بحق الله، بل هي هتك لحرمات الله. لازم تعرف وتتأكد أن التواصل مع الجنس الآخر لا يجوز إلا تحت ضوابط مشروعة، يعني لابد من وجود سبب يحلل لك هذا التواصل، وإلا وقعت في هذا الذنب. حتى وإن وجد السبب فيجب عليك أن تقلل. في أسباب تستدعي أنك تتواصل مع مرأة في حالات معينة، مثل إذا كان بينكم تجارة أو عمل، وأكرم مثال تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أمنا خديجة، أو أن تكون المرأة اللي تتواصل معها كمعلمة أو كمدرسة للرجال، كأمنا عائشة رضي الله عنها فقد كانت تدرس الصحابة رضي الله عنهم من خلف ستار. الضوابط اللي تحل لك الحديث مع المرأة كثيرة جدا، ومن أهمها النية، لأنها هو المعيار اللي بيحاسبك عليه الله. لكن السوالف اللي تكون بلا زمان فيها أخذ وعطى وضحك وتفاصيل، هذه حرام على كل مؤمن مذنب من يرتكبها. حتى وإن كنت بتخطبها وتتزوج، ما يجوز لك انك تتواصل معها لانها محرمة عليك، لم تدخل في ذمتك. وان كنت صادق في نيتك وتبي تسألها عن شيء مهم فيها، يا اخي تقدم لها وخلي امك او اختكم اللي يسألوا عنها. اذا تبي تعرف علاقتك مع هذه الفتاة حلال ام حرام، ضع نفسك مكان اخوها، وانه عرف باللي يدور بينكم، هل بيغضب بحق اخته او لا. وتبريرك لهذا الفعل بيختفي اذا عرفت انك تكلمها من تحت لتحت متخفي، لانك سارق وهاتك اشرف واغلى ما يملكه الرجال اللي هي اعراضه. ورب العالمين ما حرم علينا هذه العلاقات لسبب فقط انها تؤدي للخلوة والشهوة والزنا، بل لأنه يغار على أعراض المسلمين أن تنتهك، ويغار حتى على نفوس الرجال من أن تقهر في أعراضها. أنت بنفسك تعلم لو وقعت أختك لا سمح الله بهذا الموقف إيش بتكون ردة فعلها. والله ممكن ما تنام ليالي من شدة الغيرة والقهر والغضب اللي يتلبسك. طيب ليش تعرض أخوك المسلم لشيء أنت تقول الآن في قلبك عنه يا رب استرنا ولا تبتلينا، وهذا أنت قاعد تبتلي أخوك المسلم فيه، ما لا ترضاه لنفسك يا أخي، لا ترضاه على غيره. تدري ليش كنت متجنب هذا الموضوع بكل صراحة؟ لأنه الكل فينا عارف الحلال والحرام فيه، والكل فينا يقع فيه لأنه شيء فطري جبلنا عليه. مين بيده أنه يبغض المرأة ولا يرغب في علاقة معها؟ وكذلك النساء فطرنا على حب الرجال، طبعا مع الاختلاف في معايير الفطرة اللي بيننا. فمسألة أنك تكبح نفسك عن الكلام مع بنت، والله إنها من أصعب الأشياء اللي ممكن تواجهها في حياتك، لأنه في محرك عاطفي يلزمك أنك تقبل الحديث معها، وبنفس الوقت في محرك شيطاني يلزمك أنك تندفع لها. الحل الأمثل لمن يبتغي البعد عن هذا الباب هو إغلاق هذا الباب. بمعنى برامج التواصل الاجتماعي لازم تتجنب أنك تشوف فيها ما يثير عواطفك وشهوتك، ولازم تتجنب الأماكن اللي يكون أغلب روادها نساء مثل الأسواق والكافيهات. الشيئين ذولي هم المحرك الأول لفطرتك الذكورية تجاه أي امرأة. فإذا أنت حاب أنك تتغير لازم تبتعد عن هذه الأشياء، وابشر إن شاء الله بالخير. طبعا الكلام هذا للناس اللي حابة أنها تعف نفسها عن هذه الأشياء، مو الإنسان اللي قاعد يبرر لنفسه هذه المعصية ولا يرى فيها شيء. وعلى فكرة في نفوسنا شهوة وفي قلوبنا رغبة للنساء مثل اللي فيه، لكن الموانع اللي نشأنا عليها لا زالت رصينة لا يشوبها المرء. واللي خليني أتكلم وغيري ينتقد هذا الفعل هو أن نفوسنا وإن كانت عاصية لكنها غيورة على حق الله وغيورة على مبادئنا إلى الآن. طبعا ما نبرئ الجزء الآخر من القضية اللي هي الفتاة. اسمع يا أخوك، والله أنه مفتاح أي علاقة تدور بين الرجل والمرأة هو بيدك أنت، ما هو بيد الرجل. فلو امتنعتي لم تنع الرجل عما في قلبه، لأنه بالمختصر هو الطالب وأنت المطلوب. فلا ترخصي أغلى ما عندك لأرخص ما عنده. وتأكدي لو فقدت العفة والحياة اللي امتزت فيها عن جميع خلق الله، فإنك خسرت نفسك حتى وإن رجعت لله. الله يغفر وقلوب العباد لا تغفر. ورغبتك العاطفية بالحب والاهتمام من قبل شخص، اري لها رسوم، فاسألي نفسك إذا هي مستعدة أنها تدفع هذه الرسوم أو لا، لأن الرسوم اللي بتدفعيها والله مكلفة بحق عفتك إلى يوم القيامة. فلا تكذبي على نفسك مثل ما كذبت علينا المسلسلات، إنه الحب والعلاقات بين الجنسين هذه علاقات طاهرة، وأنها عبارة عن حياة وردية تملأها تفاصيل سعيدة. والله لو كانت العلاقات مثل ما نتوقعها ما كان رب العالمين حرمها علينا، لكن رب العباد عارف خفاياها وعارف المبتغى منها، فرحمنا وعفنا عنها. أنا قبل فترة كنت أدرس بأمريكا، وكنت ساكن مع شباب أمريكان في نفس السكن، وكنت أشوف بم عيني لما صاحباتهم يجون ويسهرون ويصير بينهم كل شيء. كلهم الثلاثة بلا استثناء بعد سنة من صداقتهم وحبهم قرروا أنهم ينفصلوا عن البنات. وش هو السبب؟ لأنه نفذت الرغبة اللي عشانها أقيمت هذه العلاقة. تأكد أنه الجاذب الأول والرئيسي للرجل اتجاه أي مرأة هي الشهوة. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. أول ما ذكر رب العباد النساء لأنه أعلم بما فطرنا عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. المرأة اللي تقول أن الرجل عبد لشهوته، الرجل برضه يقول أنك عبدها لعاطفتك. وهذه أشياء ما نخجل أنه نذكرها لأننا أجبلنا عليها. هنا يقع الاختبار الإلهي، فمن أعرض عمن حرم ربي فقد ربح الدنيا والآخرة، ومن أقبل فقد خسر الدنيا فقط، لأن التوبة بإذن الله بابها لا يغلق إلا بعد أن يغلق عليك في قبر.